تماشيا مع التوجيهات الحكومية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قصد مكافحة جائحة كورونا، نقوم اليوم داخل المجال الترابي لجامعة ولاد الصغير بإقليم سطات بحملة لتوزيع الكمامات الوقائية على الأطر العاملة بالجامعة، وبالموازاة أعطينا انطلاقة حملة واسعة للتعقيم شاملة مقر الجامعة، مقر القيادة، المستوصف الصحي، الإعدادية الثانوية ولاد الصغير، ومجموعة من المرافق والفضاءات التي تشكل قبلة للسكان. كما شملت الحملة مجموعة من التجمعات السكنية والمتاجر الغذائية التي تعرف كثافة سكانية. تأتي هذه المبادرة الوقائية والاحترازية انخراطا من المجلس الترابي لجامعة ولاد الصغير في مكافحة داء كوفيد-19. وقبل الختام أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنزيل هذه الإجراءات، وفي مقدمتهم السلطة المحلية بقيادة قائد قيادة ولاد الصغير بلاد عفيف، وهي فرصة كذلك لنشكر السلطة الإقليمية في شخص عامل إقليم سطات لصهرية عن كتب على تتبع تنزيل كل التعليمات المولوية والتوجيهات الحكومية، وشكراً.